يا الله. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا حاويه سيراميك بيع كل الكنبه. هذه بدايتها يوقفون يمين. هذه بدايتها منها تبدي النهايه الجراء. هذا كله حاويه كامله. هاي واحد اثنين ثلاثه. انا مقسمها ثلاث سراوات. بيع كل الكميه 28 طن و400 سيراميك مختلط. بضاعه حلوه وجوده عاليه. شوفوها شلون بضاعه حلوه. الطن ب 400 دولار. شوف هذا عميق، هذا مسطح، شوفونه وكله جوده عاليه. طبعا هاي كلها موديلات. شوف البضاعة، شوف التغليف مالتها، كله ثقيل. بيع كل الكمية حاوية كاملة. هذه حاوية كاملة. الطن يطلع ب 400 دولار. ملون وأبيض مختلط. هذه كلها موديلات. أكواب صحونة، أكواب عميقة، هواي موديلات، كلش هواي موديلات. هذا جزء من الموديلات. هذه عندنا هنا كوب، هذا كوب، هذا عندنا صحن عميق، كاسات. هذا صحن عميق. هذه كلها كراتين من هنا هنا نفتح بغير مكان. ما شاء الله. شوف المديرة صحن مقبلات. هذا ايضا صحن. هذا صحن ملون. بيع كل الكمية. الطن ب 400 دولار. تقريبا الطن يطلع 40 إلى 50 كارتون. بضاعة كلش حلوة، تغليفها كلش حلو، جودة جيدة. طبعا مرات يطلع بي عيب صناعي بسيط مثل هيتشي مثل هيتشي، مرات يطلع بي. صحن كبير ملون ابيض كله نفس السعر. هذه حاويه كامله. نشوفها اكواب. هذا اللي تشوفوها هي حاويه كامله، فقط واحد شلون حلو.
الحاوي هاي 28 طن و400 كيلو، بيع كل الكمية الطن ب 400 دولار. طبعا هذا تراب، شوفونه بي تراب. صحن كبير هذا بيع عيب صناعي هنا، شوفونا نقطة. هذه كاسة كلها موديلات. هذا عندنا ايضا كاسات، شوف التغليف مالته، هاي كاسه ملونه، هذا صحن، هنا صحن ملون، هاي موديلات، هاي موديلات. هذا الكرتون يحتوي هذا، هذا الكرتون صحن، هذا الكرتون يحتوي على اكواب. بالنسبه للموديلات، موديلات كلها مختلطه. هذا صحن مقبلات، هذا ايضا صحن. اكو عندنا بعد هواي موديلات، هاي شوفوها، هذه حاويه، شوفوا هذه حاوية كاملة من نهاية الذراع، هذا كله حاوية كاملة. طبعا هذا جزء من الموديلات، اكو بعد موديلات كثيرة. هذا كله موديلات، جزء من الموديلات فتحناه وجزء لسه ما فتحناه، ملون وابيض بنفس السعر، الطن ب 400 دولار، وشايفين الف خير ان شاء الله.